لان تبارك الله بلال ذا الشيف يمكن عنده واحد استراتيجيه عالميه، لان السيد خدم مع بزاف لي زارتيست اللي هما انترناشونال. انا وبلال ذا الشيف كان عندنا ان شوا بور نو سي ان شوا استراتيجيك. علاش؟ لانه هي اكسبيريونس جديده بالنسبه ليا، هي طريق جديده اللي غادي، دي زيتاب جداد اللي غادي نمشي فيهم. We've worked together for like almost 15 years. We've been through ups and downs together. And I really love this idea of him creating his record label because he deserves it. He's a visionary and he's Moroccan. بلال ذا الشيف هو اللي جا المغرب واقترح علينا انه حنا نكونوا او انا عيط ليا وقال لي اش تبي في ستار اكاديمي، وجوستومون تلاقينا وتشوفنا وكان اللقاء وخدمنا انصامبل اي سافي انورميمون بليزير. دابا كلشي تبدل غراس ديجيتال وهذاك، راه كلشي ساهل. الموسيقى يمكن تصايبها اليوم وتحطها غدا، واخا هي ماشي فكره مزيانه ولكن سي بوسيبل. صافي هكذا كي جات الفكره من الاول.